مرحبا بكم سادتي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج جدل عراقي. أزمة عميقة والانتظار سيد الموقف، عنوان حلقتنا لهذا اليوم. أزمة عميقة سياسيا طبعا، والانتظار هو سيد الموقف، عنوان حلقتنا لهذا اليوم. رحبوا معي بضيفي من استوديوهاتنا في بغداد، عضو تيار الحكمة الوطني الأستاذ فهد الجبوري. مرحبا بك سيدي الكريم. من العنوان نبدأ، الأزمة عميقة وليس بيد العراقيين سوى الانتظار، سواء من الطبقة السياسية التي نستطيع أن نقول أن أمرها ليس بيدها وبين الشعب. فما رأيك؟ البعض لا يراها أزمة، يراها انفراجة، خاصة بعد موقف السيد مقتدى الصدر. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابكم، جناب المشاهدين الكرام، الضيوف. يعني في الواقع لا وجود الآن لأزمة سياسية أو تعمق لهذه الأزمة في هذا الوضع السياسي الموجود حاليا. هناك انفراج كبير في هذا الوضع السياسي بعد استقالة الأخوة الصدريين، بعد إعطاء مجال وفسحة، وبعد هذا الموقف الذي يحسب للسيد الصدر، وبعد انسداد جرى للتحالف الثلاثي وعدم وصولهم إلى نتيجة معينة في تشكيل الحكومة واختيار أو تجريب موضوع الأغلبية، ووصلوا إلى طريق مسدود في حينها. ارتأت الكتلة الصدرية أن تذهب إلى الاستقالة، وهناك نواب بدلاء سوف يصعدون إلى مجلس النواب. فإذا لا وجود لأي انسداد سياسي في هذا الشأن، بل نحن مقبلين على انفراج كبير، خصوصا أن هناك تحالفات أو هناك توافقات كبيرة ما بين الكتل السياسية، خصوصا التي كانت في التحالف الثلاثي في تحالف إنقاذ وطن، والحوارات مستمرة إلى هذه اللحظة، ونستطيع أن نقول إنها وصلت إلى مرحلة نهائية أو شبه نهائية في إكمال هذه التحالف لغرض طرح تشكيل الحكومة المقبلة. الأمر بقى فقط على الأخوة الأكراد لغرض ترشيح شخصية متوافق عليها ما بين الاتحاد وما بين البارتي لغرض تشكيل الحكومة المقبلة وعقد جلسة مجلس النواب. بل أكثر، هناك حديث أن هناك عقد لجلسة طارئة لمجلس النواب في ظل الفصل التشريعي أو عطلة الفصل التشريعي الموجود، لبحث موضوعين مهمين. الموضوع الأول فهو الاعتداء التركي على الأراضي العراقية، والموضوع الثاني قد يذهب إلى مواضيع البدلاء وترديد القسم للنواب الجدد خلال هذه الفترة. نعم، موقف من كانوا في التحالف الثلاثي، هل هنالك من تأكيدات منهم أن الأمور ستسير بانسيابية عادية، أن البدلاء سيكونون بدل حليفهم الاستراتيجي التيار الصدري، ثم تتحول الأمور ببساطة يعني إلى المعوضين عن المقاعد المفقودة ببساطة؟ هكذا أقصد الموقف السني والموقف الكردي، وعذرا من التسميات. يعني في الواقع حصلت هناك اختلافات في الآونة الأخيرة، وهناك تنابز كان في الألقاب ما بين التحالفات السياسية، لكن بالتالي نبقى إلى وضع معين، وأن قرب هذه الكتل السياسية هي التي شكلت هذا النظام السياسي. مهما كانت هناك اختلافات على سطح العملية السياسية، ولكن في الداخل هناك تفاهمات وهناك قنوات تواصل كبيرة موجودة وعميقة ما بين هذه الأطر السياسية. في الواقع هناك تواصل كبير ما بين الأخوة في السيادة وما بين الأخوة في البارتي مع الإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي قبل أن يستقيل الأخوان الصدريون كان مشكل لجنة خماسية. هذه اللجنة كانت تبادر بالحوار، وإن كان الحوار في حينها يصل إلى مرحلة من الانغلاق، ولكن تبادر هذه الكتل السياسية أو هذه اللجنة الخماسية المشكلة بالحوار مع الأطراف السياسية لتخطيط استراتيجية الوضع المقبل. فبالتالي موضوع تقلبات الأخوة الصدريين هي كانت واضحة منذ سنوات وليس في هذه الفترة فقط. فبالتالي الحفاظ على خطوط آمنة مع أخوان البارتي وكذلك في السيادة كان حاضرا في هذا الشأن.
بالنسبة للذين كانوا في السيادة بصراحة أو في التحالف الثلاثي وإنقاذ وطن بالعموم، حين قدم السيد الصدر يعني قدم أعضاء التيار الصدر استقالاتهم كان خطابهم نوعا ما معه، طبعا باستثناء خطاب السيد الحلبوسي الذي كان يؤكد فيه أن البديل والعوض هو الذي سوف يأخذ بزمام الأمور بدلا من المستقيلين. لكن الكرد اليوم مثلا على لسان الرئيس مسعود بارزاني وصف الوضع في العراق بأنه في أزمة عميقة، هو يرى غير ما تراه أنت أستاذ فهد، رآه في أزمة عميقة، وربما هو يقرأ الأحداث من وجهة نظر سياسي مخضرم. أنت ماذا تقول؟ يعني في الواقع السيد البارزاني تحدث عن أزمة كبيرة، في تصوري الشخصي هو تحدث عن أزمة كبيرة في كردستان، خصوصا تلاحقه بعد قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص النفط والغاز. سمعنا قبل أيام بأن كردستان تريد إنشاء شركتين لغرض النفط والغاز في إقليم كردستان لغرض السيطرة على هذا الشأن، وسمعنا اليوم قرار من وزارة المالية بأنها لا تعطي الحصة الخاصة لإخواننا في إقليم كردستان ما لم يكن هناك تطبيق لقرار المحكمة الاتحادية. فأنا أظن أن القرار أو الأزمة أو الانغلاق السياسي موجود في كردستان أو الذي تحدث عنه السيد مسعود بارزاني هو خاص في هذا القرار فقط، لا داعي للأمور الباقية، ولا أعتقد أن الحوار يشمل الأمور الباقية كاستقالة الصدريين وصعود البدلاء وما إلى ذلك من الوضع السياسي الموجود في بغداد. الآن الأزمة الموجودة في كردستان هي تخص فقط الجانب النفطي وجانب الغاز وجانب قرار المحكمة الاتحادية والالتزامات القانونية ما بين الطرفين كحكومة بغداد الاتحادية وكأقليم كردستان. الشأن الآخر، الأخوة الأكراد هم يبحثون الآن عن سبيل لتشكيل حكومة، هم لديهم استحقاقات وعليهم ضغوط كبيرة موجودة في داخل الإقليم من قبل شعب إقليم كردستان، هم يمرون بأزمة كبيرة في داخل إقليم كردستان على مستوى الوقود، على مستوى الطاقة، على مستوى الرواتب، على العديد من المستويات التي رأيناها خلال الأشهر السابقة، منها وفيات في استلام رواتب الموظفين لكبار السن أو المتقاعدين في حينه. وبالتالي هذه كلها أزمات، إضافة إلى ذلك أزمات الأحزاب المعارضة في إقليم كردستان والتظاهرات والاحتجاجات وما إلى ذلك التي يراد أن يتم افتعالها في إقليم كردستان. فبالتالي هذه الأزمات هي موجودة في كردستان، هذه أزمات داخلية، فبالتالي هم يبحثون عن سبيل لتشكيل الحكومة خلال الفترة المقبلة وأن يكون هناك نوعا ما ائتلاف مع الإطار التنسيقي أو مع تحالف قوي في بغداد لغرض ضمان استحقاقاتهم الانتخابية. لهم أول مرة يحصلون على هذا العدد الكبير من المقاعد، لم يحصل لهم سابقا أن حصلوا على هذا العدد الكبير من المقاعد. فبالتالي أنا في رأيي الشخصي لا وجود لأزمة، بل أن تشكيل الحكومة سوف يكون أسرع ما يمكن خلال الفترة المقبلة، وقد يكون بعد العيد أن يكون هناك تشكيل وطرح لشخصية رئيس الوزراء. جميل جميل. وهنا أريد أن أسأل، الإطار التنسيقي بعنوانه العريض أين موقع قوى الدولة منه الآن؟ يعني في الواقع قوى الدولة متواجدة في هذا الإطار، وإن كانت نسبة المقاعد قد صعدت عما كانت في السابق للحكمة وكذلك للنصر في هذه القائمة أو في هذا الإطار التنسيقي. الحكمة متواجدة وكذلك النصر متواجد أيضا في هذه في هذا الإطار. هناك حديث لبعض القنوات المفرضة بانسحاب الحكمة لغرض إضعاف وإرباك الوضع السياسي النشط الذي يبادر بتحركاته خلال الفترة الإطار التنسيقي، وهذا كله كلام عار على الصحة. الحكمة متواجدة، النصر متواجد في هذا الإطار التنسيقي، ومتحاورين ومتباحثين مع أطراف الإطار التنسيقي لغرض الخروج بحكومة قوية وأمينة وكذلك مؤمنة لحياة المواطن العراقي
كذلك مع التأكيد على أن الحكمة لن تشارك خلال الفترة المقبلة إلى حد هذه اللحظة، هو القرار الخاص في المكتب السياسي هو بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة ما لم يكن هناك متغيرات على واقع السياسة أو على الواقع السياسي في العراق، خصوصا بعد صعود مقاعد الحكمة بأكثر من 10 مقاعد خلال الفترة المقبلة. فبالتالي نحن الآن متواجدين في الإطار، بيانات تكون مشتركة مقتضبة بهذا الشأن، قد يكون هناك بعض الجوانب التي ادعت إلى التهدئة ما بين الإطار التنسيقي وما بين الصدري وما بين الأطراف السياسية، التحالف الثلاثي كانت هي الحكمة لها اليد الطولى في هذا الشأن، وكانت لها الكأس المعلى في الحديث مع الأطراف السياسية الباقية كالإخوان في البارتي والإخوان في السيادة واستنفاذ العلاقات الخاصة والعلاقات القوية مع كل الأطراف لغرض الخروج بحكومة ينتظرها الشعب العراقي منذ 8 أشهر واللجوء الآن إلى مرحلة جديدة نبني لها أن يكون العراق فيها أو أن يزدهر العراق في هذه الفترة مستقبلا مع وجود وفرة مالية كبيرة. فبالتالي هناك دلالات قوية على أن إنشاء الحكومة المقبل خلال الفترة المقبلة في ظل هذه الأوضاع السياسية، التوافقات ما بين الأطراف السياسية مع أيضا ونشدد بهذا الشأن مع احترام وجود الكتلة الصدرية والكتلة الحجمية والنسبية للأخوان الصدريين، وتحدثنا نحن في الحكمة مع الأخوة في الإطار التنسيقي بأن يتم أخذ رأي الأخوان الصدريين فيما يخص طرح شخصية رئيس الوزراء أو كابينة الوزارية التي سوف تشكل مستقبلا، مع أخذ النظر باعتبار رأي سماحة السيد الصدر وكذلك الأخوة الصدريين جميعهم. وهنا أريد أن أستثمر صراحتك في مسألة أستاذ فهد، أنا أعرفك صريحا على مستوى الموقف، نلاحظ أن قوى الدولة لها رأي ربما يخالف أحيانا توجهات الإطار التنسيقي. يعني أنا استضفت في أكثر من مناسبة أشخاصا من النصر، متحدثين باسم النصر أو باسم الحكمة، أراهم يطرحون بعض الطروحات التي ربما تخالف حتى توجهات قسم كبير من الإطار التنسيقي، فهل أن بقاءكم في الإطار التنسيقي راسخ وثابت؟ وأتكلم عنكما باعتباركما تقريبا بخطاب واحد، أنتم والنصر. لا، في الواقع هناك اجتهادات شخصية للبعض، سواء كان المتحدثين بهذا الذي تكلمت به جنابك. نحن موقفنا واضح وثابت، وجودنا في الإطار التنسيقي نعم واضح هذا الوجود، ولكن هذا الوجود هو منذ البداية في داخل الإطار التنسيقي عندما كان أيضا الأخوة الصدريين متواجدين في هذا الإطار. نحن نتحدث عن شيء مهم جدا وهو المصلحة العراقية العليا في هذا الشأن. نحن نحضر اجتماعات الإطار التنسيقي الداخلية، ولكن عندما يكون هناك تفاهم خارجي ما بين الأطراف خارجية من المكونات الباقية فلا وجود لنا في الإطار التنسيقي أو لا نحضر هذه الاجتماعات الخارجية. نحن ننسق الشؤون الداخلية، ننسق الشؤون الخاصة بأن يكون هناك موضع للتهدئة ما بين الأطراف السياسية. تعلموا جنابكم الإطار التنسيقي به العديد من المسميات والعديد من الجوانب، قد بعضها لا يكون غير سياسي يتجه إلى جوانب عسكرية. من دون وجود عامل لتهدئة هذه الأطراف السياسية لغرض خروج بيانات، هذه البيانات تكون منقحة، هذه البيانات تكون هي مهدئة وليست مؤججة للواقع ما بين الأطراف السياسية، خصوصا أن هناك احترام كبير للسيد الحكيم في ظل هذا الإطار التنسيقي، وكان هناك حديث سابقا عن تشكيل لتحالف سياسي كبير بالإطار التنسيقي بالأحزاب المسمية وبعض المسميات داخل الإطار وبعض الأحزاب الأخرى، وغرض أن يكون السيد الحكيم هو على رأس هذا التشكيل. ولكن نحن بدورنا نتحدث عن أن الفترة المقبلة أننا كحكمة لن نشارك في هذا الشأن، ولكن ذاهبين نحو تهدئة الوضع العام، ولا نريد أن تكون هناك مشاكل مستقبلا ما بين أطراف الإطار التنسيقي وكذلك التيار الصدري للخروج بحكومة قوية قدر الإمكان خلال الفترة المقبلة. الأمر متروك، قد يكون أنه بعد تشكيل الحكومة وبعد إكمال كل هذه الجوانب والذهاب إلى المضامين المقبلة، هناك أيضا حديث عن أن هذه الحكومة لن تستمر لأكثر من 2 سنين، وسيكون هناك حديث عن انتخابات مبكرة وأبكر، وهناك جوانب أهم أن نتحدث منها من الإطار التنسيقي أو المسميات الباقية، والذهاب إلى قوانين تخدم المواطن العراقي، وهناك التزامات قانونية ودستورية تجاه مجلس النواب فيما يخص تغيير قرار
تغيير قانون الانتخابات، مجلس المفوضين، الآلية التي سوف تعمل بها المفوضية المستقلة. هذه الاستحقاقات مهمة للمواطن العراقي، سيتم مناقشتها أفضل من الحديث من أن أنا أكون موجود في هذا التحالف أو ذاك. بالتالي كل الأطراف السياسية التي شكلت هذا النظام السياسي سواء كانت في تحالف واحد أم لا، هي محافظة على علاقاتها، محافظة على أواصر التواصل فيما بينها داخليا وخارجيا، لغرض الوصول إلى نتيجة واحدة مستقبلا، وهي استقرار هذا البلد خلال الفترة المقبلة. لماذا قال السيد الحكيم قبل أن يعلن السيد الصدر يعني قضية استقالة نواب الكتلة الصدرية، لماذا قال السيد الحكيم في لقائه مع أحد الشخصيات الدبلوماسية، قال مخاطبا الكتل السياسية، عودوا إلى مبادرتي؟ لماذا هو طبعا الكل يعتز بكلامه، لكن لماذا جعل السيد عمار الحكيم مبادرته في المقام الأول ولم يقل مثلا اذهبوا إلى مبادرة السيد مقتدى أو مبادرة الإطار التنسيقي أو مبادرة المستقلين، مع أن مبادرة المستقلين كادت أن تكون هي الحل؟ يعني في الواقع المبادرة التي طرحناها نحن كانت بها جوانب عديدة، منها الحفاظ على نسب المكونات السياسية والاجتماعية في العراق. عندما نتحدث عن نسب المكونات فهذه أمور واقعة على العراق، هي ليست افتعالات أو ليست كلمات نرغب بها، بل هي أمور واقعة في الداخل العراقي. عندما نتحدث قلنا أن هناك كتلة أكبر لابد أن تشكل، وهي الخاصة في المكون الشيعي، وهذا المكون الشيعي يتفق فيما بينه ليطرح شخصية رئيس الوزراء، وهذا الشأن ينطبق على المكون الكردي وينطبق أيضا على المكون السني، وقد حصل في المكون السني هذا الشأن. فبالتالي عندما أتحدث أنا بهذه المبادرة تضمن توازن حقيقي ما بين الأطراف السياسية والمجتمعية وكذلك جميع الأطراف في احترام خصوصيات كل مكون سياسي بعدم التدخل أو عدم تقوية مكون على آخر بتدخل من مكون آخر، فهذا الذي تحدثنا نحن به. عندما تحدثنا أيضا عن طرح أي شخصية تريدها الكتلة الأكبر وهي بما يخص الأخوان الصدريين، لم يكن هناك فيتو على أي شخصية تطرحها الأخوان الصدريين باعتبارهم محصلين على أكبر المقاعد. فبالتالي نحن وازننا في هذه المبادرة ما بين أن يكون المكون الاجتماعي الأكبر كمكون شيعي وأن يطرح الأخوة الصدريين هم رئيس الوزراء، فبالتالي حافظنا على كل هذه الاستحقاقات وكل هذه الموازنات مع الحفاظ على المسميات المجتمعية في الداخل العراقي. نترك السنة يختارون رئيس مجلس النواب، ونترك الأكراد يختارون فيما بينهم رئيس الجمهورية، ويتركون الشيعة يختارون رئيس الوزراء بدون تدخل. فهذه المبادرة كانت هي الأرقى في هذا الجانب، وكانت هي الأفضل لو تم تطبيقها بالصورة الصحيحة. تحدثنا عن تقوية المعارضة، لابد أن يكون هناك جوانب مهمة للمعارضة في مجلس النواب. عندما نتحدث عن معارضة فنتحدث عن أدوات موجودة للمعارضة في داخل مجلس النواب، كالنائب الأول لرئيس مجلس النواب لغرض الذهاب إلى تقنين العمل السياسي والعمل الحكومي ومراقبة الأداء الحكومي والبرامج الحكومية والبرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المقبل وحكومته وتطبيقات آلياته في تنفيذها. فبالتالي هذا أمر إيجابي جدا في هذه المبادرة. وازننا ما بين الأغلبية التي تنادي بتشكيل جوانب أخرى كاختيار شخصية رئيس وزراء أو ما إلى ذلك، وازننا ما بين معارضة حقيقية مؤمنة من قبل مجلس النواب ومؤمنة من قبل الحكومة والقانون والدستور. فبالتالي هذه مبادرة لو التجأنا إلها، لو التجأ إلها الأخوان في تيار الصدر أو في التحالف الثلاثي مع احترام المبادرات الأخرى، وتلاحظون جنابكم أن أقرب مبادرة قريبة من بعض المسميات والبنود الموجودة في هذا الشأن هي مبادرة الأخوة المستقلين، فأغلب حواراتها وأغلب نقاطها هي موجودة في مبادرة السيد الحكيم، وبالتالي هذه الصورة واضحة. مع ذلك هم يلتزموا بهذا الشأن ووصلنا إلى هذه المرحلة. طيب، هل هذا هو المطلوب وفق ما خرج من أجله التشرينيون سيد فهد، أن نصل إلى توازن توافقي؟ يعني ربما مبادرة السيد الحكيم كان يعني كان لها اسم الأغلبية، لكن أغلبية توافقية، وهو ما لم ترضى به باقي القوى السياسية. كل الأطراف كانت حين تبث يعني نقاط لمبادرة ما من أي جهة يسود صمت عميق، وكأن المسألة هي هو شاسعة ما بين الكتل السياسية، حتى أننا لم نسمع في وقتها
تعليقات مؤيدة لمبادرة السيد الحكيم من قبل شخصيات من الإطار. لا، في الواقع هناك كانت ردود إيجابية نوعا ما من الشارع العراقي من قبل بعض الأطراف السياسية بهذا الشأن، لكن نحن لدينا مشكلة. هذه المشكلة هي مشكلة سياسية ومشكلة قانونية في عدم فهم المفاهيم الأساسية للعمل الديمقراطي في العراق. نتحدث بأغلبية، الأغلبية هي أن تأتي أنت بالنصف زائد واحد، هي أن تأتي أنت بعدد ككتلة واحدة أو كحزب سياسي واحد، أن يأتي بعدد كبير داخل مجلس النواب ويبادر بتشكيل الأغلبية، وهذه واضحة في النظم الديمقراطية والبرلمانية في الخارج. نحن الآن في العراق لا وجود لموضوع الأغلبية، لا شيء يسمى الأغلبية في الداخل العراقي. الأغلبية أنا ما أقدر اليوم أن أبادر بوجود الأغلبية ب 73 مقعد أو 75 مقعد وأنادي بمواضيع الأغلبية، عندما تأتي بأكثر من 130-140 مقعد فتستطيع أن تذهب إلى تشكيل حكومة أغلبية، وهذا بعد حصص مواطنيك وأصوات مواطنيك، وهذا شيء محترم ونقدر هذا الشيء، وبكل الأطراف بكل الأحوال هو شيء محترم، لكن مفهوم الأغلبية في العراق لا يمكن أن يطبق. نحن تحدثنا سابقا قلنا أنها فكرة راقية جدا، أن يكون هناك مفهوم واضح للمواطن العراقي أن يوازن ما بين أغلبية تشكل الحكومة ومعارضة تعارض وتقيم أداء هذه الحكومة. في حال فشلت الأغلبية فالسبيل الثاني موجود إلى المواطن، وهو المعارضة أن ينتخبها مستقبلا، وفي حال نجحت الحكومة بأغلبيتها فبالتالي المواطن الآن يذهب إلى شيء آخر وهو انتخاب الأغلبية. فبالعكس هي صورة واضحة وجميلة وراقية، ونحن ساندنا هذا الشيء منذ البداية، ولكن أولويات والمفاهيم الأساسية القانونية والدستورية في هذا الشيء غير متواجدة في موضوع الأغلبية. لا يوجد أي كتلة سياسية الآن تستطيع أن تأتي بعدد كبير من المقاعد يضمن لها الأغلبية للمشاركة في الحكومة المقبلة. نعم مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نواصل معكم إن شاء الله باقي الحلقة. من جديد حياكم الله سادتي المشاهدين في هذه الحلقة من جدل عراقي مع الأستاذ فهد الجبوري عضو تيار الحكمة الوطني. أجدد الترحاب بك سيدي الكريم. الكلام عن أجندات تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية، أغلب الإطار التنسيقي يتكلم بهذه اللهجة ويتهم أجندات أو جهات خارجية بأنها تتدخل في المشهد العراقي بصورة مباشرة، أما وقد اتخذ التيار الصدري موقفه وتحولت الأمور كما تقول حضرتك بالنسبة للمتبقي من التحالف الثلاثي ونعني الكرد والسنة، فهل نتوقع أن يجري الكلام مستقبلا أيضا عن تدخلات خارجية؟ يعني في الواقع لا يخفى على جنابكم في الآونة الأخيرة كانت هناك تدخلات، ونحن وضحناها أنها أبرز هذه التدخلات كانت في نتائج الانتخابات وتدخل السيبراني والاعتداء السيبراني وما إلى ذلك من المسميات التي وضحناها، والتي إلى حد هذه اللحظة نحن نؤكد على وجود هذه الجوانب، ولكن نحترم قرارات المحكمة الاتحادية بقبول هذه النتائج والمضي قدما بمصلحة عراقية. أيضا هذه العشر مقاعد التي أضيفت إلى الحكمة هي ليست العدد الحقيقي لأصوات مواطنيها أو ناخبيها في هذا الشأن، فبالتالي نقبل هذه القرارات احتراما للقانون وحفاظا على الأمن القومي والأمن الوطني لشعبنا في هذا الشأن. الشأن الآخر، التدخلات كانت واضحة، وكانت هذه التدخلات هي بتصريحات من قبل
يعني نستطيع أن نقول نواب لبعض الكتل السياسية، هم يتحدثون بهذا الشأن بأن الرئيس في هذه الدولة طلب اجتماع من عندنا وذهبنا إلى هذه الدولة وجلسنا وكان حديث واضح وهناك دولة أعطت أموال ودولة خليجية أخرى تتدخل، فبالتالي هذا كان واضح. نحن كنا نتحدث في حينها ليس بهدف التخوين أو لا نتحدث عن الآخر بأنه عميل أو ما إلى ذلك، لأننا نتحدث في حين كنا نصل إلى مرحلة من النضج السياسي بأن لا نسمح لأي من أي دول سواء كانت المجاورة الإقليمية العالمية بأن تدخل في الشأن العراقي، فهذا شيء فيما بيننا نحن وإخواننا الباقين من باقي الكيانات وباقي المكونات السياسية، هذا شيء خاص وداخلي وهو يحل عراقيين، والآن هو الموجود حاليا عندما وصلت المراحل قبل شهرين إلى انسداد سياسي، أغلب الداعمين أو أغلب الدول التي كانت واضعة يدها على إنشاء تحالفات قد سحبت هذه اليد لأنها وصلت إلى طريق مسدود ووصلت إلى مرحلة بأن مصالحها سوف تهتز في الداخل العراقي أو المصالح الاقتصادية أو ما إلى ذلك من المسميات الأخرى. لذلك الآن نحن في مضمار تشكيل حكومة أو الدخول في تشكيل حكومة، أنا أعتقد الجانب الخارجي أو اليد الخارجية هي بعيدة جداً عن هذا الوضع الموجود حاليا، عن الأطراف السياسية. نتحدث اليوم أن هناك في حينها سابقا يتحدثون عن وجود جوانب خارجية على بعض التحالفات وتشكيلات التحالفات وما إلى ذلك لهدف إقصاء بعض الأطراف للدخول في مضامين تشكيلها. وصلت الحال إلى مرحلة الانسداد السياسي، ونحن نتحدث ونكرر الحديث بأننا لا نخون ولا نهون من قرار أي من الكتل السياسية، جميعها نحترمها، ولكن نقول أنها قد وصلت إلى مرحلة من النضج السياسي بادرت بالحديث بأن هذه الدولة لا تنفع، والحوار والجلوس مع أشقائهم وإخوانهم في الداخل العراقي هي أفضل، ولا نتمنى أن ندخل في مثل هكذا صراعات مستقبلا، ولا نسمح أبدا بأن يكون هناك تدخلات في الشأن العراقي في الشأن الداخلي العراقي من قبل أي دولة. نتمنى أن يكون قرارنا بسيادة وبإرادة عراقية خالصة، ولا نسمح مستقبلا أبدا ونجددها بأن يكون هناك تدخل. وأعتقد أبرز الأخوان الذين بادروا بضد هذا التدخل هم أخوان الصدريين، وهذه واضحة على كل خطاباتهم وعلى كل مواضيعهم التي يناقشوها في كل جوانبهم الثقافية وخطب الجمعة بأنهم ضد أي تدخل خارجي وضد أي إرادة خارجية تفرض على العراق. هذا الإطار ماض في تشكيل الحكومة مع الذين سيقبلون بمشروعه، ليس شاء من شاء وأبى من أبى، لأننا نتوقع أن هنالك معارضة سوف تنشأ داخل البرلمان العراقي. وبالتالي إذا شكل الإطار حكومة، هنالك من قال أن هذه الحكومة لن تكون طويلة العمر، وقسم منهم حتى تشاءموا جدا وقالوا لن تستمر أكثر من 6 أشهر، فما رأيك؟ في الواقع هذا الحديث الذي يراد منه إضعاف الهمم لدى القوى السياسية المتواجدة في الإطار والتي سوف تتحالف مع الإطار، هذا كله غير دقيق أخي العزيز. الآن البرلمان هو مكون من 329 نائب، أن نتحدث اليوم عن استقالة 73 نائب وهم استقالوا ولم يجبرهم أحد على الاستقالة، وهم يذهبون إلى جوانب خاصة في إعادة التهيئة الداخلية لكيانهم السياسي لغرض الدخول مستقبلا في تحالفات سياسية، ولديهم ملاحظات على بعض القوى السياسية، فهذا شيء خاص بهم. بالتالي أن نتحدث الآن عن مظاهرات وإضعاف وتخويف وأنه لا يمكن أن نضمن حكومة بدون وجود طرف سياسي، العملية السياسية ليست حكرا لشخصية سياسية واحدة أو لشخصيتين، فبالتالي العملية السياسية مبنية في نظام مؤسساتي برلماني بقوة بأصوات مواطنيها ساهمت بانتخابهم وصعودهم إلى مجلس النواب. أن نهول هذا الشأن إذا أردنا المقارنة ما بين الأطراف السياسية، الأخوان الصدريين لديهم 800 ألف
ونصف صوت، الإطار التنسيقي لديه 2.5 مليون صوت، فلا يمكن أن نقارن ما بين هذا الجانب، هم أكثر من ضعفين أو يصل إلى 2.5 ضعف في هذه الأصوات، فبالتالي القاعدة الشعبية لدى الإطار هي أكبر من القاعدة الشعبية لدى التيار الصدري. لا نريد أن نتحدث بهذا الحديث، ولكن هذا التخوين وهذا الحديث الموجود بين الحكومة المقبلة أن تستمر 6 أشهر وهناك مظاهرات، الشارع العراقي ليس ملك لأحد، الجميع الآن جميع القوى السياسية تستطيع أن تنزل بقوة موجودة شعبية منظمة في داخل العراق، الشارع العراقي نجددها ليس ملكا لأي أحد، الجميع يستطيع أن ينزل بمواطنيه كلام جميل ناخبيه ومحبيه إلى الشارع العراقي، ليس حكرا نجددها، ليس حكرا لقوى سياسية واحدة، الآن الوضع اختلف عما كان في السابق. نعم، أشكرك جدا أستاذ فهد الجبوري عضو تيار الحكمة، كنت معي في هذه الحلقة من جدل عراقي. أنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر سكايب مع المحلل السياسي الأستاذ رمضان البدران. مرحبا بك سيدي الكريم. عاد العقلاء ليقولوا قولتهم. أنا أراك من المحنكين الذين جلسوا على طاولة كتابة الدستور يعرفون الوضع أكثر من غيرهم. تفاؤل السيد فهد الجبوري طبعا غادرنا مشكورا، عضو تيار الحكمة، هو متفائل أن الأمور ستسير من سيابية عالية. ممن عاصرتهم أيضا الرئيس مسعود بارزاني وصف الأزمة العراقية بالعميقة وأن الوضع ليس سهلا، حين يصف قائد سياسي بمستوى الرئيس مسعود بارزاني الوضع بهذه الطريقة، ماذا بالنسبة لرأي الذين يستسهلون الأمور بوجود العوض عن التيار الصدري في البرلمان العراقي؟ الكلمة لك أستاذ رمضان. نعم، شكرا لجنابك أستاذ وللمشاهدين الكرام، وتحية طيبة لكم جميعا. نعم، بين ما يتفضل به الحكمة والإطار من أن الأمور سهلة وستسير إلى الأمام بيسر، وبين الواقع الحال الذي عبره الرئيس مسعود البرجاني اليوم بالقول أن الأزمة عميقة بين بغداد والإقليم، أو أن الأزمة العراقية عميقة، هو هذا التناقض الكبير في الرؤية. وهذا التناقض الكبير في الرؤية ناتج من رؤيتين مختلفتين. البعض يرى العراق عبارة عن حكومة إذا ما تشكلت وسارت فالعراق سار، والبعض أدرك أن هذه الحكاية خاطئة وخادعة ووهمية ولا قيمة لها. العراق ليس الحكومة، العراق هو دولة فيها تفاصيل وفيها شعب وفيها مصالح تتعدى حدود أن تتشكل حكومة في بغداد. وتبين بشكل مؤكد أن تعثر الأداء السياسي والحكومي في بغداد انكفأ على نفسه، ولكن هناك تداعيات كبيرة خارج حدود بغداد وخارج حدود الحكومة، هي تداعيات وأثر ذلك على الدولة العراقية. وهنا التفريق يجب أن يكون واضحا للمستقبل، أن هناك دولة هناك حكومة، والخلط هو خاطئ، وأن الدولة هي الأزمة الكبرى اليوم في الدولة العراقية، وهي أزمة ناتجة من تعثر الأداء الحكومي. هذا اللي خلانا الآن أمام مفترق كبير. أول من أدرك هذه الأمور هي لعله التحالف الثلاثي ولا سيما السيد الصدر والسيد البارزاني، أدركوا أن الأزمة تتعدى حدود تشكيل الحكومة إلى الدولة، وضرورة إصلاح الدولة أصبحت واجبة، وضرورة متابعة الشأن المجتمعي واجبة. الإطار ما نرى أن السيد الحلبوسي، إذا سمحت لي أستاذ رمضان، السيد الحلبوسي قال لا ضير ليستقيلوا، يعني لم يقلها بهذا المعنى، ولكن وقع على الاستقالات بسرعة وظهر بتصريح قال فيه أن هنالك من سيعوض هؤلاء وأن الأمور ستسير على ما يرام، فيما نرى أن الأمور أبدا ليست على ما يرام في جانب من كانوا معه ضمن التحالف الثلاثي. وهنا أيضا نؤكد إلى مسألة يعني هي حنكة من الإطار، حين طبعا نحن لسنا مع أحد، لكن حين قرأ المشهد وقال عمر التحالف الثلاثي سيكون قصيرا،
أنا ذكرت في بداية حديثي ذكرت السيد مقتدى الصدر والسيد المسعود البارزاني ولم أذكر السيد الحلبوسي بضمنهم رغم أنه كان بضمن التحالف الثلاثي. السيد الحلبوسي لا زال من حيث البناء الفكري له يعتقد أن الدولة هي الحكومة، بدلالة أنه عندما كان رئيسا للبرلمان السابق ذهب وتبنى مشروع حل مجالس المحافظات والنواحي والأقضية دون أن يقف ويتروى ويعرف أن هذه مؤسسات ديمقراطية من مكملات نظام الحكم في الدولة وأنها مؤسسات للشعب، ولم يتبنى سن قانون لإعادة انتخابه حتى الآن. فهو لا يؤمن بالدولة أكثر مما يؤمن بأن الحكومة هي خلاصة الدولة. فالسيد الحلبوسي فكريا ينتمي إلى نفس عقلية الإطار، ولكنه في عملية التغيير قد سار مع الثلاثي. ولذلك أنا في البداية ذكرت أن هناك مدرستين فكريتين. السيد الحلبوسي فكريا ينتمي إلى المدرسة الشمولية والمدرسة لنقول المدرسة المركزية والشمولية. السيد الصدر والسيد البارزاني غادروا هذه المدرسة ويعتقدون أن المدرسة الشمولية لا تعمل، لا بد من العودة إلى الشارع وإلى الدولة وإلى الشعب. ها هو هنا نحن الخلاف. التقديرات السيد الحلبوس والإطار إذا كانوا يعتقدون إعادة بناء الحكومة بناء على الصفقات هو بداية حل الأزمة فهم مخطئين، لأن الصفقات قد تنتهي بصفقات مالية. العراق فيه سيولة مالية عالية، السنتين القادمتين فيها عوائد نفطية عالية، ربما توفر السيولة وربما تطفئ بعض الاحتقانات في الدولة، ولكنها الأزمة هي أكبر من هذا بكثير. الإطار عبارة عن تركيبة متناقضة من عدة تيارات، منها المعتدل، منها العقلاني كالسيد الحكيم، السيد العبادي، السيد هادي العامري. هؤلاء يملكون بعض العقلانية والهدوء والكياسة والخبرة السياسية. على العكس هناك ميليشيات لها رؤية مختلفة، هناك خط مقاومة لديه رؤية مختلفة، لديهم ملفات كثيرة متقاطعة مع الكرد والسنة في ذات الوقت. السيد المالكي أثبت خلال إدارته للدولة أن لديه رؤية وأسلوب إدارة للدولة مليء بالارتجالية، مليء بالالتفاف على الدستور، على القانون، على العرف، وعود غير ثابتة. كل هذا التاريخ الذي عهده الناس مع السيد المالكي أو مع الميليشيات أو تيارات المقاومة، هذا كله سيضع نفسه على طاولة الحوار مع الكرد والسنة، وكل منهم سوف تكون له تقاطعات وخطوط حمراء من الصعب تجاوزها في سهولة مع الإطار. الإطار يمني نفسه بماراثون بمسير سهل، وأنا أقول أمامه ماراثون معقد وكبير في الداخل، وأمامه التزامات خارجية كبيرة. الإطار بقى متوحدا بدعوة من السيد المالكي إلى السيد علي الخامنئي، وبقي موحدا بين خلال طلب للسيد المالكي والسيد الخامنئي في 9 شباط. هذا الإجبار على التوحد طبعا مدد عمر الإطار، وكذلك المناكفات التي حصلت ضد رئيس البرلمان وضد كردستان منحت الإطار طاقة دفعته إلى ضفة السلطة اليوم، ولكن هذه عليها فاتورة، وفاتورة استحقاقات سوف تريدها إيران بمقابل وصول التيار بمركب بهذا المركب إلى ضفة السلطة. في الداخل هناك مناكفات خشنة ومناكفات مريرة حصلت مع قادة الكرد والسنة ومع أقليم كردستان، هذه ليس من السهل أن تطفئ بلا ثمن. ففاتورة التنازلات المطلوبة من الإطار والالتزامات المطلوبة من الإطار فاتورة كبيرة ومعقدة تماما تختلف عن فاتورة السيد الصدر، وبالتالي أمامهم إضافة إلى عقدة الثلثين أمامهم تزيد كل هذه الفاتورة. الطريق معقد، وإذا نجح الإطار في تشكيل حكومة فستكون حكومة مبنية على كم هائل من التنازلات والالتزامات، وإذا ما سار مراهنا على الوفرة المالية في بناء ماكينة انتخابية جديدة وإطفاء بعض الاحتقانات في الشارع، فهذا أيضا تأجيل وترحيل لأزمة واحتقان. لذلك السيد الصدر نأى عن كل هذه المؤترك وذهب إلى الشارع، وأنا أتمنى منه أن يعيد بناء الدولة من الأسفل إلى الأعلى ببناء مؤسسات الشعب، من مجالس محلية، من حكومات محلية، لأن واقع اليوم
عندما تنفق المال تعطيه إلى محافظين لا يوجد رقيب عليهم، قائم مقاميهم ودراء نواحي لا رقيب عليهم، ولا تستطيع أن تحاسبهم أو تقيلهم أو تعينهم حتى وفق الدستور. هذه انسداد دستوري وتشريعي بدأ يشل حراك الدولة العراقية ويعيدها إلى المركزية المطلقة بدون وجود حزب أو منظمات حزبية تتابع أداء المؤسسات مثل ما كانت أيام بالبعث. طيب الإطار الآن أمام الأمر الواقع، هل تتوقع أن لا تحدث أيضا خلافات داخل البيت الإطاري؟ نلاحظ مسألة تفاوت في مستوى التصريحات، هنالك اليوم إطاريون يتكلمون بصيغة تشبه إلى حد كبير ما كان يردده أعضاء التحالف الثلاثي، هذا ألا يخلق شكلا من أشكال الاختلاف قد تؤدي فيما بعد إلى التحول إلى خلاف؟ هو يعني الآن انتقلت الأدوار، تغيرت. في السابق كان الإطار موحدا يهاجم جبهة من ثلاث جهات، اليوم أصبحت جبهة من جبهتين أو شبه متوحدة بين الكرد والسنة بمقابل الإطار الذي يجب أن يحافظ على تماسكه وتوحده. مقومات توحد الإطار صعبة لأنه تناقض كبير في الخطاب وفي النهج. يعني هناك ثلاث خطوط عامة في الإطار، خط يريد أن يصل إلى السلطة بأي طريقة ويحكم الدولة من خلال المال والسلطة اللي يقود السيد المالكي بأي ثمن، وخط آخر يؤمن بالاعتدال والموضوعية وضرورة مراعاة الأمر الواقع على أرض الواقع، وهذا يتمثل في بدر وهادي العامري والسيد العبادي والسيد الحكيم. طيب. والتيار آخر هذا يعني يحمل السلاح ويحمل لغة خطاب القوة، ليس لديه يعني بعد سياسي عميق مرتبط بشكل رئيسي مع ولاية الفقيه، وهذا له أجندة وله رؤية مختلفة تماما وخطاب مختلف. فهذه التناقضات الثلاث في داخل الإطار من الصعب جدا أن يعني تأتي ببرنامج أو توليفة من الاتفاقات مع الآخرين. يعني في داخل الإطار سيظهر تصدع كبير، وأنا أشك حتى وأن تجاوزوا هذا التصدع عليهم تجاوز الاتفاقات، وإذا تجاوزوا الاتفاقات عليهم قيادة حكومة يعني نحو الأمام من غير التعويل والرهان والوهم إن المال سيحل كل شيء. هذا هو تحديات الإطار الكبيرة والعميقة. نعم، أشكرك جدا المحلل السياسي الأستاذ رمضان البدران، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج جدل عراقي. الشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين، تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي أنس عبد الرحمن وتحيات المخرج حسام أبو فاعور، وننوه بأن حق الرد مكفول جدا، حتى نلقاكم من جديد في أمان الله.